يعطيك بيت مكة يوديك. عطونا الله يعطيك بيت مكة يوديك. والله هذه العادة نحن ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وكانت عادة طيبة يعني تجتمع فيها العائلة ويفرحون فيها الأولاد والبنات الصغار. وكذلك يعني هي في شهر شعبان مبارك، استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك. ومن العادات الطيبة اللي تجمع يعني الأطفال وتجمع المجتمع وتحل فيها الفرحة والسرور والابتهاج، وما زالت العادة هذه موجودة، ونرجو يعني أن يحافظون عليها يعني على أساس أنه ما تندثر هاي العادة. يعني قبل شعبان بيوم أنا وماما أنا ما كنت أعرف أصلا، يعني ما استوعبت قبل، ما كنت يعني أحب شعبان حرام، كان قبل يعطون مكسرات قبل، والحين ما كنت أحبه. بعدين شفت الدور فرحانة قالت باكر شعبان باكر شعبان، هذا الشيء يعني بس بيعطوك مكسرات، نحب نحب طعمه، وماما كل يوم يبون مكسرات. بعدين قالت لنا لا السنة بناكل شيبس. قلت أوكي. رحنا عند بابا وقلنا له بابا خلنا بنروح بنشتري حق الليلة. قال لنا اوكي بعد صلاة المغرب بنسير. بعدين رجعنا البيت جلسنا حطينا التلفزيون وكل التيم معنا، تبينا ندخل شيبس وعصير وحلاوة ومصاصة ولفيناه وحطينا يبنى صندوق كبير دخلنا داخل. خلصت الغداء وابا قالت يلا البسوا علشان تتجهزون تطلعون. قلت لها وش البس؟ قالت لي البسي الثوب التراثي. طلعت بسرعة فتحت الكبت دورت احلى ثوب عندي وبعدين لبسته. بعدين ماما سوت لي عقصين لان هاي تسريحة تراثية ويداتي كانوا يسوون. والحين يعني استوت يعني اذن العصر فرحت نقصت من الفرحة، قلت ياي الحين بروح بجمع وباكل شيبس. بعدين قلت اوف انا ما عندي تشيز شو اسوي. بعدين ماما اعطتني تشيز بس كان تشيز كرتوني، كان حتى في حبل، فأنا قلت أوكي هذا كيس كبير بشيله وياي وقص الكيس. وبعدين زقت لأولادي يشلونه فطحت تحت وحطيت إيدي فيه علشان ما حد يشله. وبعدين ركضت البيت ورحت قالت لي مش كارهة تشيلي كيس قوي مثل شو؟ قالت كيس الزبالة. قلت أوكي خلاص بشيل. قالت لي شيلي ثلاثة عشان بالمرة نحن تسفر جان. شليت الكيس الكبير الأسود رحت ترس انا ما رويت الجيران خفت يضحكون علي، فانا بس بديت ايدي وحطيتها ورا ونسيت. رجعت البيت طحت على الكرسي قلت كان الجو وايد حار. وبعدين كنت ابى مي، ركضت المطبخ بعدين شربت مي وارتحت غسلت وجهي وجابلت شبوسي الحلوين يستفتح واكل واخش بالصبح حق اليوم الثاني واخش ليل وخلصنا شعبان يا رمضان.